بسم الله، هنكمل مع بعض موضوع الريندر في برنامج الريفت. الريندر أساسي بالنسبة لي إن أنا أجي في 3D وأعمل ريندر. تمام، بلا هنا أبريش شاي. فكرة أبريش شاي دوت جت ببساطة إن في واحد بيعمل ماجستير في أمريكا، وكان عمل على المكعب وعمل على الدائرة، وكان عايز شكل غير منتظم، كان بيشرب شاي فخد شكل أبريش دوت وعمل عليه. تمام، بلاقي هنا اعدادات بسيطه جدا، هنبقى نشوفها بالتفصيل مع بعض. بس هي مبدئيا بشوف الريجن ده يعني انا مساحه اللي هتعمل لها ريندر، يعني ممكن يكون الجزء ده مثلا مش محتاجه، ابدا اتحكم فيه بدل ما ياخد وقت مني على الفاضي. لا، انا اتحكم في انهي جزء اللي هتعمل له ريندر، انهي محرك اللي انت عايز تعمل بيه ريندر، هل الديسك ولا كارت الشاشه. تمام، الكواليتي، هل انت عايز درافت حاجة جودة قليلة ولا ميديم ولا هاي ولا بيست. طبعا كله بيفرح ويقول بيست، مادام ببلاش نختار أعلى حاجة. بس هي الفكرة كلها إن أنت كل ما بتزود في الوقت، فعلى الأقل أقل حاجة إن أنا أول مرة أعملها درافت طلعت كويسة معايا، ما فيش مشكلة. ما أقعدش مثلا أعمل رندر ساعة وبعد كده أكتشف إن في شجرة ناقصة، لا أعمل رندر خفيف وأبص فيه، ولو كان كويس أروح مكمل. بعد كده ريزوليوشن، سكرين ولا برينتر. تمام، السكرين حاجة هتترد على الشاشة، البرينتر حاجة هتتبع، فتبقى عايزة جودة أكبر أو عايز إنها تتبع على مقاس أكبر. تمام، هو بيبدأ يخليها كده ويبدأ واحدة واحدة يصلح الصورة لحد ما تبقى كويسة معاه. تمام، ده درافت، محدش يتخض، ده درافت. لو قلت له بيست هيطلع صورة أحسن من كده. الإنارة اللي أنت عايزها، هل أنت عايز صن بس ولا صن زائد ضوء صناعي، اللمض او مفرط لمض ايه، لمبه مش عارف ازاي بس هي. تمام، الكشافات اللي موجوده في المبنى، الباك جراوند بتاعتك عايزها سكاي عاديه ولا كولر ولا ايمج. تمام، بعد كده هتصدر الصوره دي بره ولا هسافر في قلب المشروع زي ما انت عايز. تمام، دي بس نظره سريعه على الريندر. طيب، ممكن برضه وانا في ليفل واحد احب ان انا اعمل ريندر لجزء داخلي. ازاي؟ هاجي هنا اقول له انا عايز كاميرا، وراح اشيل الكاميرا، اقول له ممكن اخلي الكاميرا مثلا لحد هنا، وممكن اكبر بحيث تجي لاخر الحيطه. تمام، ده جت هنا. تمام، ممكن نرجع كده ونقول له لا، خلي الكاميرا دي انا عايز اتحكم فيها، وابدا اتحكم في مقاسها، اتحكم في المكان اللي هبص فيه، او ممكن من الخصائص اللي هنا اتحكم في ارتفاع العين نفسها، او العين هتبص فين، او المسافه اللي هي هنبص فيها. يعني ممكن اقول له ايه، انت 2000 دي كتيره، خليها مثلا 500. تمام، فهيبص بس حد هنا بقى مش هيشوف حاجه. طب خليها مثلا 5000، هيبص حد فين، هيبص حد هنا. طب تعالى نشوفها كده في 5000 هتبقى عامله ازاي. او في جزء بس شافه ما شافش الباقي. تمام، فانت بتبدا تشوف الاعدادات، وبعدين ممكن تدخل هنا وتبدا تقول له انا عايز اشوف المنظر من جهه تانية، تبدا تشوف ادوات التحكم. تمام، انا عايز اعمل زوم مثلا لحد ما توصل للمنظر اللي هينفع يتعمل فيه. ووك، عايز اجرب ان انا امشي، المنظر كده شكله حلو. طيب، او اجي هنا اقول له انا عايز فاين، يعني عايز اشوف التفاصيل كلها. تمام، هنا هبدا اقول له انا عايز مثلا اشوف المنظر لو شديد هيبقى عامل ازاي. كده كويس. طب لو ليثك، تمام، لو الكلام عجبني هقول له اعمل ريندر بالعدسة اللي انا عايزها. اعلي بقى العدسة المره الجايه، ممكن اختارها بيست، وتلاقي بقى الوقت اللي احنا مسجله مثلا 12 ساعه مفيش حاجه خالص، مجرد بس ايه الشاشه السوداء، هو لسه بيبدا بيعمل ريندر. تمام، محتاج جهاز قوي عشان يعمل ريندر، بس الصوره بتاعته بتبقى حلوه. تمام، فانت ممكن تقول له اعمل ريندر وتروح تتغدى، تتفرج على التلفزيون، ما بقاش تتفرج على التلفزيون، تقرا كتاب لحد ما الصورة تطلع معاك كويسة إن شاء الله. تمام، يبقى أنا كده أقدر أعمل ريندر لصورة من بره المبنى أو من جوه المبنى عادي. أحتاج بس إن أنا أبدأ أظبط الماتيريال بتاعتي، يعني ممكن مثلا يكون عندي شباك مثلا أو حاجة عايز أظبط لها الماتيريال. تمام، فأشوف مثلا سقف مثلا أو حيطة أو أي حاجة عايز أظبط الماتيريال، بدخل جواها وأقول عايز أظبط الماتيريال. يعني مثلا حيطة مثلا زي ديت أو السقف مثلا، الماتيريال بتاعته مش متظبطة، بقول له ايه طيب،
بقول له اديت نفس الكلام ده برضو في جميع الحوايط. تمام، بتشوف انهي ماتيريال اللي محتاجه تتغير، ده السقف يبقى اشوف اعلى ماتيريال فيها واخش اعدل فيها، بقول له اديت. تمام، يا اما انسبها الماتيريال تانية، يعني اقول له لا بدل ما تبص الماتيريال دي خد الماتيريال دي. تمام، او انا ارفع الماتيريال دي اروح مغير خصائص، اغير اللون اللي المفروض يظهر، او اقول له دوبلكيت عشان ممكن تكون الماتيريال دي موجوده في مكان تاني انا هحتاجه، وابدا اغير بقى الخصائص بتاعتي. اقول له مثلا لا ده انا عايز اغير اللون، انا بيقول لي اللون هياخده من يوز ريندر ابيرنس، تمام، اللي هو اللون دوت. اقول له مثلا انا عايزه ازرق مثلا، تمام، جرافيك هياخد نفس اللون دوت. طب انا بيقول لي لو الهاتش عايز انا هاتش، تبدا تحدد الهاتشات اللي انت عايزها وتظبط الالوان اللي انت عايزها، وبعد كده تقول له اوكي، دوس على شكل المبنى بدا يختلف. فانت تبدا تشوف انا شكل اللي هيناسب معاك، ممكن تكون محتاج تظبط ماتيريال، تحب تحط اشخاص تانية، تحب تكبر المكان دوت، التوبوغرافي تقول له التوبوغرافي وتعدل في المساحة تحت بحيث إن مفيش مكان فاضي يطلع، أو ممكن تقول له أنا عايز أعمل كروب فيو، تبدأ تتحكم في إيه الليزر وإيه اللي مظهرش. تمام، هي إيه اللوحة بتاعتك، وتبدأ تشوف إيه الحاجة اللي تعمل لها ريندر وإيه الحاجة اللي أنت مش عايز تعمل لها ريندر. مثلا عايز تقرب من هنا تبدأ تعمل ريندر الشكل دوت، حاجة اسمها RBC بتبقى ظاهرة معاك كده بحيث إنها تبقى خفيفة، بس ساعة الرندر بيظهر شكل بني آدم أو شخص موجود فعلا حي.